الآن يا صباح الخير على حضراتكم، صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة نهاية الأسبوع، نهاية أو يوم الخميس بتاريخ 2/7/2020. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بالتفاؤل والإيجابية، وإن شاء الله يكون يوم لطيف على حضراتكم. خليني أذكركم بفقرتنا زي ما احنا متعودين دايما بنبدأ بفقرتنا الإخبارية. هنتابع فيها النهاردة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وأيضا اجتماع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالأمس، وطبعا أهم الأحداث والنقاط اللي تداولت خلال الاجتماع. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة هتكون مع أستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي، هنحلل معاه أبرز المنشطات الصحفية. فقرتنا الأخيرة يمكن تكون فقرة مهمة جدا في المرحلة اللي احنا فيها، يعني العالم كله بيمر بأزمة اقتصادية، ولكن مصر يعني بشهادة صندوق النقد الدولي والعديد من الحاجات العالمية، يعني احنا بنتابع انه مصر دايما تسير على الطريق الاقتصادي السليم. هنتكلم عن الطفرة اللي حصلت في الاقتصاد المصري، وهنتكلم عن ازاي اصبح العالم كله بيشيد وبيشيد بالاقتصاد المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده موضوعنا النهاردة مع دكتور سيد قاسم استشاري الصحة المالية والتطوير المؤسسي، موضوع مهم جدا تابعونا. ولكن خلونا نخرج الفاصل مشاهدينا في البداية ونرجع نبدأ أول فقرتنا، فقرتنا الإخبارية، خليكم معنا. بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية من نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 6 سفراء جدد، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من البحرين وروسيا وتنزانيا والسنغال ولاتفيا وغينيا الاستوائية. خلينا نروح نشوف بيان تفصيلي مشاهدينا ونرجع نكمل باقي أخبارنا، خليكم معنا. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 6 سفراء جدد. حرص شرف سلام روسيا الاتحادية. سعادة سفير روسيا الاتحادية، سعادة سفير مملكة البحرين، سعادة سفير جمهورية غينيا الاستوائية، سعادة سفير جمهورية السنغال، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير جمهورية لاتفيا. وأكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في كافة المجالات. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، يعني ما زلنا بنحتفل بثورة 30 يونيو 2 النجاة اللي أنقذت البلاد طبعا من حكم الطغاة الإخوان المسلمين اللي كانت بتحاول يعني تستولي أو تستولى على مفاصل الدولة، وضربت عرض الحائط القوانين والدستور وحول النهضة التشريعية والقانونية بعد ثورة 30 يونيو وتصحيح ما أفسده الجماعة الإرهابية. احنا معانا عبر الهاتف دكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير وتحياتي لكل من يتابع سيادتك.
اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب بالصحه والسلامه ومصر بخير يا فندم. يا رب. خليني ابدا مع حضرتك يا دكتور واسالك عن اهم الانتهاكات اللي تعرض ليها القانون والدستور خلال طبعا سنه حكم جماعه الاخوان المسلمين. الجماعه الارهابيه الضاله لم تكن تعترف لا بدستور ولا بقانون ولا حتى لها اعتراف بالوطن والارض، وليس لها أي انتماء لهذه الأرض التي عاشوا عليها ومن خيراتها. ده أمر كان واضح للعيان، وأنا سأضرب أمثلة ليست حصرية بل سأضرب عددا بسيطا من الأمثلة له دلالة قاطعة على ما أقول. على سبيل التحديد، المعروف أن مؤسسات الدولة متعددة، سلطة تشريعية تنفيذية وسلطة قضائية، لكن كنا نرى أن هذه الجماعة الضالة لديها مؤسسة الرئاسة مثلا، ولكن توجد بجوارها مؤسسة أعلى وهي مؤسسة شيخ الجماعة. فكنت قد كتبت حينئذ في جريدة الأخبار القاهرية العلاقة بين رئيس الشيخ وشيخ الرئيس. كنت أقصد بشيخ الرئيس هو المرشد، كان هو المتحكم الحقيقي، لأن الجماعة دي تقوم على الولاء والطاعة وكان له الكلمة العليا. صحيح. فكان القانون قانونه والدستور دستوره. هذه واحدة. أما الأمر الآخر على مستوى التطبيق، كنا نشاهد انتهاكات للدستور، تم الاعتداء على السلطة القضائية بشكل غير مسبوق في العالم، حيث عزل النائب العام، والمفروض ان النائب العام ده هو محامي الشعب. تم الاعتداء عليه وعزله، تم اصدار اعلان دستوري كارثي انا وصفته، وليأذن لي المشاهد لان هذا مكتوب على صفحات الجرائد، قلت هذا اعلان دستوري مصيبة لانه يهدد الدولة وانه يعتدي على كل الثوابت القانونية في العالم وليس له مثيل اطلاقا. حل نفسه محل محكمة النقد، حيث أمر بإعادة التحقيقات مع علاقته بالتحقيقات والمحاكمات وما إلى ذلك. إذن تدخل سافر في شؤون القضاء، تدخل سافر في شؤون العدالة. بالإضافة إلى هذا، حصن جميع القرارات التي أصدرها والتي يصدرها والتي سيصدرها في المستقبل من رقابة القضاء، وكأنه يقول للشعب المصري أنا ربكم الأعلى. حاولوا دوما أخوانة الدولة. صحيح. أخوانة الدولة كانت السياسة تقوم على الآتي: تسكين أنصار هذه الجماعة الضالة في الوظائف دون نظر إلى المؤهل أو الكفاءة، فقط إلى الولاء لهذه الجماعة. صحيح. تجاوزات عديدة، أنا أستحي أن أضرب أمثلة منها لأن وزير الإعلام بتاعهم كان يتحدث على الهواء في برامج كثيرة، كان يتجاوز كل المبادئ حتى منها مبادئ البروتوكول والإتيكيت. بالإضافة لهذا، الرئيس المعزول، رئيس الإخوان المعزول، أنا ما أحبش أذكر اسمه الحقيقة لأني أسقط من اعتباراتي هذه السنة التي أحسبها أسوأ سنة في تاريخ مصر منذ أيام الفراعنة حتى يوم 29 يونيو أتت ثورة 30 يونيو محررة للوطن من الاختطاف، إن هم الجماعة الضالة كانوا اختطفوا في الوطن. الرئيس بتاعهم كان لا يحترم البروتوكول الدولي في لقاءاته، وأعتقد إن الإعلام والصورة لا تكذب، يمكن لكم إن أنتم تعرضوا لقائه مثلا مع المستشارة أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا، وينظر إلى هذه الصورة وتراقب تصرفاته وحركاته. صحيح. كلها تجاوزات يعني أنزلت من قدر الدولة. احنا فاكرين لحد دلوقتي يا دكتور صلاح، يعني فاكرين الصورة لحد دلوقتي، مش محتاجين ان احنا نسترجع كمان، احنا المشكلة ان هي ترسخت في ذهننا. لا، انا عايز اقول لحضرتك العالم كله فاكرها، لان الصحافة العالمية كلها تحدثت عنها. طيب دكتور صلاح، انا حابه اتكلم مع حضرتك بشكل تفاؤلي وايجابي النهارده، ونتكلم عن بعد ثوره 30 يونيو النهضه في الجانب الدستوري والتشريعي. يعني حضرتك كنت من ضمن الاعضاء العشر لوضع الدستور، ونتكلم عن النهضه في الجانب الدستوري والتشريعي من وجهه نظر حضرتك.
في الجانب الدستوري الحقيقة ثورة 30/6 شهدت منعطف هام جدا، يعني كرست لما أنا أطلقت عليه اسم الجمهورية الثالثة، لأني أرى أن النظام السياسي الجمهوري القانوني في مصر بعد ثورة 23 و52 مر بثلاث جمهوريات. الجمهورية الأولى هي الفترة من 1953 لإعلان الدستوري لقبيل 1971، الفترة الثانية الجمهورية الثانية هي دستور 71، الثالثة دستور 14. يمكن حضرتك والمشاهد الكريم شاف ان انا اسقطت دستور الاخوان لاني لا اعترف بالاخوان ولا اعترف بما كانوا يقدمونه من امور ذات طبيعه قانونيه، لانهم كانوا يتجاوزوا كل النصوص القانونيه وكل المبادئ الدستوريه. دستور 12 بدا ينظر الى معالجه المساوئ والسلبيات الكبيرة غير المسبوقة في دستور الإخوان. دستور الإخوان تارة كان يتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية، وتارة أخرى يتحدث عن أحكام الشريعة الإسلامية. والحقيقة أنا كنت أستغرب ذلك في اللجنة وأقول أن هناك فارق بين المبادئ وبين الأحكام، فلماذا هذه المغيرات تتم؟ واضح أنها كانت مقصودة لوجود إرباك في المجتمع. تم إلغاء التجريم عن طريق اللوائح. التجريم عن طريق اللوائح ده مثلا قانون المخدرات اللي بيحدد المخدرات الجدول وزير الصحة، يعني لائحة. هم كانوا يقولوا لا، ده لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني أو دستوري، كانوا يريدون إحداث فوضى وهكذا. مسائل في غاية الغرابة. الرئيس كان يعطي نفسه حق العفو بشكل مطلق عن العقوبة، سواء العفو كامل أو تخفيضها، وبالتالي أساء استخدام هذا النص. أساء استخدامه إزاي؟ كيف؟ أنه سمح لنفسه بالعفو عن أشخاص محكوم عليهم غيابيا، والحكم الغيابي ده ليس حكم النهائي، ده حكم تهديدي. سمح لنفسه بأن أعفى عن أشخاص محبوسون احتياطيا، والحبس الاحتياطي ليس حكما نهائيا بالقطع، إنما لابد لنا أن ننظر إلى شخصية من أعفي عنه، اللي كل اللي أعفي عنهم كانوا من الجماعة الضالة. ده يعني المثال الواضح على هذا أنه أعفى عن قتلة الزعيم الراحل أنور السادات. وزيادة في الاعتداء على مشاعر الشعب المصري العظيم، قام بدعوة قتلة السادات في احتفالات أكتوبر، وده كان مشهد معروف ومشهد يعني كان محل استنكار من الجميع. بدأت النهضة بعد ذلك، شفنا على صعيد التطبيق قانون الخدمة المدنية انتصر للموظفين، الحد الأدنى للأجور، قانون بناء وترميم الكنائس اللي كان قاعد فترة طويلة جدا لا يطبق ولا لا يصدر وما إلى ذلك، على الرغم من أن هذه دور عبادة لابد من احترامها ولابد من إصدار قانون لتنظيمها. صحيح. حتى يستطيع كل شخص يؤمن بديني من الأديان السماوية الكبرى أن يمارس حقوقه الدينية. تم إصدار هذا القانون. مجموعة وحزمة القوانين الاقتصادية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، وأيضا المحاولات الكثيرة في النصوص المتعددة التي ترمي إلى تبسيط إجراءات التقاضي حتى يستريح المواطن من عناء الإجراءات القضائية. صحيح. كل ذلك صب في نهر التشريع الذي يقصد منه إفادة المواطن وبالتبعية إفادة الوطن. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. احنا معنا تقرير مشاهدينا، يعني في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية واللي بترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقاومات الأداء الأمني الفعال، وده كان من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية وإنفاذا للخطط الطموحة للوزارة اللي بتستهدف إحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها أيضا بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد. خلينا نروح نشوف تقرير مفصل لهذا ونرجع نكمل مع حضرتك.
منشآت شرطية خدمية مطورة وخدمات جماهيرية تقدم بصورة حضارية، هدية وزارة الداخلية للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بثورة 30 من يونيو، حيث واصلت وزارة الداخلية أعمال تطوير مقار السجلات المدنية بالمحافظات لتبدو بهذه الصورة الجمالية، مع تحديث منظومة تلقي وأداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات. واضح جدا طبعا في اختلاف جديد كتير جدا عن زمان وعن الستايل القديم. لا، في حاجه جديده بتتعمل، في حاجه ملموسه واضحه جدا في 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 في, في التطوير، يعني واضح جدا يعني الموضوع بصراحه. المرحلة الأولى من التطوير تم خلالها رفع الكفاءة الإنشائية وتطوير مقار السجلات المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تم خلال المرحلة الثانية الانتهاء من تطوير مقار السجلات المدنية في 7 محافظات هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، وجنوب سيناء، وكلها تمت في زمن قياسي وفقا لنموذج إنشائي موحد يلبي متطلبات المواطنين، كما تستكمل عمليات التطوير لتشمل كافة مقار السجلات المدنية بالمحافظات وفقا للبرنامج الزمني المعد سلفا لذلك. لما جيت عملت البطاقة خلصت على طول ومشيت، والنهاردة برضو جيت لقيتها خلصت على طول في الميعاد اللي هم محددينه. داخل السجلات المدنية يتم تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر ودون تكدسات وفي وقت قياسي، كما تم توفير أماكن انتظار ملائمة للمواطنين وتعميم خاصية النداء الآلي، إضافة إلى وجود قسم للترجمة بقطاع الأحوال المدنية. كان زمان لما بحب أطلع ورقة بالإنجليش وتقدم الورق وترجع تروح تاني يوم أو يعني بعدها على حسب بقى، وتاخد يعني بمشوار تاني وتروح. دلوقتي أنت في 5 دقايق فعلا، ما بتدخل 5 دقايق وتروح. أضاف قطاع الأحوال المدنية ماكينة آلية على غرار ماكينة الصراف الآلي، يستطيع المواطن أن يستخرج من خلالها شهادات الميلاد بصورة فورية وعلى مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. مكنة الأحوال المدنية دي وفرت كتير من الإجراءات اللي كنا بنعملها في المكاتب العادية، بتدي فرصة أن أنت يعني تستغل وقتك أحسن وتخلص الإجراءات أسرع. خدمة عملتها في 5 دقايق، فدي حاجة كويسة جدا جدا، وياريت كل الخدمات تبقى كده، وأعتقد هي مواكبة للتطور اللي احنا ماشيين بيه. مصدرات قطاع الأحوال المدنية وفي إطار تطوير منظومة القطاع إنشائيا وتكنولوجيا أصبح الحصول عليها في سهولة وبصورة حضارية وبجودة وإتقان، وهذا ما تسعى إليه وزارة الداخلية، خدمة شرطية أفضل للمواطنين كأحد مكتسبات ثورة 30 من يونيو. التطوير والتحديث الشامل الذي شهده قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية وما زال يشهده أدى إلى حصول المواطنين على خدمات القطاع في سهولة ويسر وبصورة حضرية وفي أقل وقت ممكن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معنا خبر كمان، فرض رسوم سنوية على كل مالك سيارة بها راديو، فقد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية بخصوص رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكي. للتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف سيادة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. صباح الخير سيادة النائب. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك معانا. يعني بداية مضمون نص المشروع بقانون المقدم من الحكومة وده بخصوص رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكي. المشروع ده يعني عبارة عن تعديل في مشروع قائم من سنة 68، يعني من 52 سنة، رقمه 77 لسنة 68. التعديل بالضبط يقول ايه؟ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 68 في شأن رسوم الإذاعة والتلفزيون النص الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه.
طبعا ده النص القديم. لا النص الجديد. ده النص المقترح الجديد. المقترح الجديد 100 جنيه. النص القديم كان 140 قرش. طبعا ال 140 قرش سنه 68 بما يعادل 100 جنيه دلوقتي. اكتر من ال 100 جنيه دلوقتي. يعني هو طبعا يعني احنا عندنا هناك عيوب ان في بعض القوانين بتقعد بالاكتر بعشرات السنين عشان ايه يعدلوها. المفروض القوانين تتعدل كل على يعني بالكثير قوي 10 سنين عشان تواكب العصر اللي احنا فيه, عشان تواكب القيمه السوقيه للرسوم اللي فيها والكلام ده. صحيح. بس احنا طبعا يعني ايه في نوع من التراخي والكسل. المره دي بقى يعني الظروف بتاعه جائحه كورونا وان في نقص في الايرادات بتاعه الدوله عامه يعني ايه ادت الى ان الحكومه يعني بتدور على اي حاجه ممكن تعوض جزء بسيط من هذا النقص, لان النقص طبعا كبير قوي. يعني مش عايز اقول لك انا في الثلاث شهور اللي فاتوا ايرادات الدوله بناء على كلام وزير الماليه نقصت 125 مليار جنيه. احنا القوانين دي كلها يعني هذا القانون ده ما يعملوش 400-500 مليون جنيه, يعني رقم ايه رقم صغير, بس اي حاجه هتساعد معانا الفتره الجايه دي. طيب هنعملها ازاي يا سياده النايب؟ يعني ازاي هيتم تحصيل ال100 جنيه من مالك السياره؟ مالك السياره ما يروح يجدد الرخصه بتاعه العربيه بتاعته هيحصلوا منه ال 100 جنيه. هيحصلوا على مدار قد ايه؟ ما احنا بنجدد كل 3 سنين او كل سنه. لا هيحصلوا من يوم ما يصدر القانون. يعني هو القانون حتى هذه اللحظه لسه ما صدرش, لان القانون ده يا دوبك اتعرض في اللجنه فقط, لا غير, لسه في القاعه في المجلس الراي النهائي. ممكن الكلام ده يتعدل, ممكن الكلام ده يتوافق عليه, فممكن الكلام ده يعني اي حاجه تحصل فيه. فالراي النهائي دايما بيبقى في القاعه. من ساعه ما ينشر القانون في الجريده الرسميه بعد ما يوقعه السيد رئيس الجمهوريه يعتبر هذا القانون ساري على العربيات اللي هتجدد بعد كده. يعني من اول ما انا هنزل هجدد الرخصه بتاعتي والقانون خلاص بقى ساري, فانا هدفع ال 100 جنيه. بالظبط. يعني اللي جدد لغايه امبارح ما حدش هياخد منه حاجه, ده كده لسه شويه, واللي هيجدد يوم السبت ولا العد برضه ما حدش هياخد منه حاجه. فكره التلاعب دايما يا سياده النايب, تلاعب يعني كمواطنين احنا عندنا افكار كده شويه ممكن نفكر فيها علشان ما ندفعش. يعني هل في يعني عقوبه او رادع لهذا المخالف؟ بص هو التلاعب اقصى حاجه ايه, ان هو هيشيل الجهاز. هيشيله بالظبط. لا نص القانون بيقول ايه, واخد بالك, والمجهزه لاستعمال هذه الاجهزه. هيكون في مكان ليها يعني. فطبعا مجهزه يبقى ليها مكان وليها توصيلات هيعرفها المهندس الفني في المرور, وبالتالي انت الجهاز موجود. الجهاز مش موجود كده مش هيعرف يتلاعب باي حاجه. 100 جنيه. طيب الجهه اللي هتستفيد من هذه الحصيله يا سياده النائب؟ بص حضرتك يعني في يعني اساسا الهيئه الوطنيه للاعلام اللي هي حلت مكان اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لان ال 140 قرش دي كان بيستفيد منها اتحاد الاذاعه والتلفزيون, وحلت مكانه الهيئه الوطنيه للاعلام. فالهيئه الوطنيه للاعلام هتستفاد ايه بتقريبا 60% من هذا الرسم. وبعد كده هناك جهات اخرى هيحددها مجلس الوزراء اللي هي ايه بتتابع هذه الاجهزه. واخد بالك, دي بس مجلس الوزراء هيحددها. وفي طبعا وزاره الداخليه بتحصل الفلوس, بتاخد 5% نظير التحصيل. تمام. طيب هروح مع حضرتك. طبعا الخزانه العامه. طيب خليني اروح مع حضرتك. يعني احنا في خطه كمان لمجلس النواب ان هي هتوافق على خصم نسبه معينه من مرتب الموظف العام وكمان من اصحاب المعاشات. نحب ناخد فكره من حضرتك عن هذا المشروع بالقانون والنسب المقترحه كمان للخصم. بص حضرتك طبعا دي اسمها مشروع بقانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية. تمام. يعني دي يعني السبب في التفكير فيها برضو الكلام اللي أنا بقوله لك, يعني ضعف الإيرادات اللي نتج عن أزمة كورونا. القانون ده مدته 12 شهر فقط لا غير. يعني بنسبه معينه او فتره محدده. واللي دخله 2000 جنيه ما بيستقطعش منه ولا مليم. تمام. دخله يعني ايه صافي دخله اللي يمسكه في ايده, يعني هو يبقى مرتبه تقريبا في حدود 2500 جنيه. ده ما حدش بياخد منه ولا مليم.
اللي أكتر من كده بيتاخد منه 1% لمدة ابتداء من مرتب شهر 7. في حتة في القانون بتبيح لمجلس الوزراء ان التداعيات دي لو اتحلت المشكلة والدنيا اتظبطت اقتصاديا عندنا ان هي ما تخصمش المبلغ ده. يعني المبلغ ده يعني لو قرورة الدنيا اتظبطت فيها والاثار الاقتصادية انتهت ممكن مجلس الوزراء ما يخصموش. طب سيادة النائب يعني في نسب متفاوتة، يعني انا مثلا مرتبي مثلا 3000 فهتبقى النسبة 1%، الشخص اللي مرتبه 10000 هيبقى ايضا النسبة 1%؟ 1% من الكل. من الكل؟ ال 1% من الكل للي يزيد صافي دخله عن 2000 جنيه. تمام. بالنسبة للمعاشات هي النسبة 0.5%، وبرضو للي معاشاتهم صافي معاشهم اكتر من 2000 جنيه. يعني اللي معاشه او قبل الخصومات 2500 مش هيتاخد منه حاجه، لكن اللي يزيد عن ال 2000 جنيه صافي المعاش هيتاخد منه 0.5%. طيب تمام. وبرده نفس الكلام ينطبق عليه ان منين ما مجلس الوزراء يلاقي ان الدنيا اتظبطت ممكن الكلام ده يتلغي. تمام. طب برده الجهه اللي هيتم التخصيص ليها هذا العائد، بصي بقى ده حضرتك ده صندوق يعني بينشأ للفلوس دي. الصندوق ده طبعا حساب خاص، واخد بالك، ضمن حسابات الخزانة الموحدة المفتوح بالبنك المركزي. تمام. واخد بالك المبالغ دي تتحط فيه بعد استقطاعها طبعا، وممكن تجي له هبات هذا الصندوق ومنح وإعانات وتبرعات من جهات أخرى. الصندوق ده طبعا اتعمل مخصوص علشان الفلوس اللي فيه تبقى بعائد ويتصرف منها بقى. يعني انت قولي لي بقى أوجه الصرف فين، أقول لك أوجه الصرف فين. إعانات مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة من أي إيه يعني مشكله، يعني مش بس يعني ازمه كورونا او تداعيات ازمه يعني كورونا، يعني مثلا العماله المؤقته بشكل عام. العماله المؤقته لو الموضوع طول صحيح يتصرف عليهم من هذا الصندوق. واخد بال حضرتك؟ تمام. صرف مساعدات ماليه وعينيه للافراد والاسر المتضرره والتي يقررها رئيس الجمهوريه. يعني رئيس الجمهوريه لقى الموضوع طول ولقى ان هو محتاج ان يوزع أغذية عينية للأسر المتضررة دي. خلاص يتصرف من الكلام ده على هذه الأسر. يعني هذا الصندوق معمول للناس المتضررة من الكوارث والأوبئة. صحيح. الناس اللي الغلابة اللي تستحقه، ده نوع من اللي يعني التكافل الاجتماعي. يكون في موازنة اللي ما بين الشعب كله، ما بين الشعب بالظبط في الأزمة دي، لأن الأزمة دي أزمة كبيرة. دول كتير، يعني في دول ما ادتش العلاوة الدورية والاستثنائية، لكن مصر صرفت علاوات دورية واستثنائية السنة دي ابتداء من 1/7 يعني من امبارح 35 مليار جنيه. فانا يعني احنا كدولة صرفوا كل حاجة، ما فيش حاجة وقفوها، لكن في دول تاني منعت الكلام ده. صحيح. في دول تاني خفضت مرتبات، الكلام ده ما هتعملش عندنا، ده احنا ايه زودنا المرتبات ب 35 مليار. لما نجي اخد 1% من اللي يعني يقدر يمسك روحه، ما قلتلكيش ان الناس دي مرتاحه كلها. صحيح. لكن هو نوع من التكافل بيننا وبين بعضنا كشعب. صحيح. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا سياده النائب ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه من مجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه المداخله. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمتابعة أحوال الطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم مناخ شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وصعيد مصر، ومعتدل ليلا في معظم الأنحاء. خلينا نروح نشوف بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا. We'll be right back.
يا مصر مش شعار، دي محفورة على الجدار، بنقولها واحنا صغار من تحية العلم. عظيمة يا مصر يا أرض الجدود، تاريخك حضارة لكل الوجود، بجيشك وشعبك نوفي الوعود، نعمر ونبني يا رمز السمود، شبابك وجيشك ولادك أسود، يخضر ويزرع ويحمي الحدود، هدفه نصر أو شهادة، نصر أو شهادة، نصر أو شهادة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. طبعا كلنا سمعنا عن العقار الجديد، عقار ميديسيفير. هل هيكون هذا العقار هو العلاج الموعود للمصابين بفيروس كورونا، لأنه ساعد في تحسين النتائج لبعض المرضى المصابين؟ هنتكلم أكتر عن هذا العقار. معانا عبر الهاتف أستاذ دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيدلة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. يعني بداية، نتائج هذا الدواء. اولا الدواء ده مكتشف في اكتر من 5 أو 6 سنين، وده دواء اصلا شركه امريكيه، واستخدم في حاجه اسمها الايبولا. الايبولا ده عباره عن حاجه اسمها الحمى النزفيه، يعني حمى بتيجي من انسان مصاب بفيروس بالايبولا، بيحصل نزيف في كل انواع الجسم، في داخله وخارجه، وكان بيستخدم ليه. وبعدين جينا في نهايه 2019 بدأ يحصل تجربة لكل أنواع الفيروسات لمساعدة للخلاص من موضوع كورونا. الصين عملت تجربة وطلعت بنتائج وقالت إنه ما بيجيبش نتيجة. تمام. طبعا الشركة ما سكتتش، اشتغلت عليه تاني وعملت تجارب بأحد المراكز، أحد المعاهد الصحية التابعة للجيش الأمريكي، مع الشركة مباشرة، واستخلصت نتائج إنه هو بيجيب نتائج كويسة قوي في موضوع كوفيد 19، خاصة في الحالات المتأخرة. يعني هذا الدواء تم تجربته في الصين فما نفعش، ولكن في امريكا طبعا. وللاسف الشديد ال WHO الدوليه الاوروبيه اعلنت النتائج وكتبت النتائج عندها على الصفحه ان هو ما بيجيبش نتيجه. تمام. طبعا الشركه، طبعا شركه قويه جدا وشغاله وعندها نتائج، تعاونت مع الجيش الامريكي احد المراكز الصحيه هناك، المعاهد الصحيه، وقالت ان هو بيجيب نتيجه في المرضى الحالات المتاخره، وان هو بيقلل الحالات الخطره الموجوده تحت جهاز التنفس من 15 يوم ل 10 ايام و 11 يوم. طيب. وده بالتالي بيساعد، كل ما بتقلل الفتره اللي على جهاز التنفس كل ما بيكون كفاءه الرئه اكتر. صحيح. كل ما الاثار الجانبيه المتعلقه بالجلوس تحت جهاز التنفس تقل، فبالتالي فرصه النجاه والحياه تبقى اكتر. اكيد. طيب، مصر بدأت بالفعل في تصنيع هذا الدواء؟ طبعا مصر احد الشركة المصرية العملاقة، واخدة توكيله من الشركة الأجنبية على مستوى الشرق الأوسط كله. هل تم فعلا تجربته في مصر بالفعل بشكل فعلي؟ موجود في مصر، اتوجدوا وخاصة في المستشفيات الحكومية، ان هو عبارة عن حقن واتحط عن طريق الوريد، فلازم يتاخد تحت اشراف طبي في المستشفى، ما فيش حد ياخده كده يروح ياخده كده ويجي لنفسه. فكرة الثقافة بقى يا دكتور، ان احنا عرفنا ان في دواء هيعالج الفيروس فهننزل كلنا. هو ده يمكن هيبقى الموضوع بقى بعيد عن ايد الجمهور شوية، يعني مش هيبقى سهل يبقى تحت دي المستشفيات، لان هو بتعطل زي ما قلت لحضرتك لحالات معينة. تمام. يعني حتى في امريكا الاف بي لما جت ادته رخصة قالت انه استخدم في الطوارئ، يعني في الحالات الطارئة، في الحالات الصعبة، يعني مفيش حد يبقى عنده كورونا يروح ياخد الدواء ده على طول، لا، ده ممكن يجيب نتائج عكسية معاه. الموضوع مش كده خالص. كل، بص يا فندم، حالات كورونا يمكن احنا في العصر الحديث لاول مره نشوف مرض صحيح او ميكروب بيهاجم الجسم، غير انه وباء بيعمل مشكله ومشاكل كبيره جدا متعدده. حضرتك عايزه في حالات كورونا عايزه متخصصين كتيره جدا، عايزه متخصص صدر، متخصص امراض معديه، متخصص امراض بطن، متخصص امراض قلب عشان بيعمل جلطات. فموضوع كورونا ده لازم التعامل معاه في كل حاله زي ما بقول كده كيس باي كيس، ولازم يتم التعامل معاه بحرص جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، فكره التايمنج، ادخل بالدواء ده امتى؟
ممكن ادي دواء في بدايه حاله يتعبها، لكن لو خدته بعدها بشويه بيوم او يومين يجيب نتائج كويسه جدا. فكورونا زي ما قلت حاجه قبل كده كلهم بيفاجئنا، لازم نتعامل معاها بحرص شديد جدا. وبرده مره ثانيه وثالثه وعشره حتى هذه اللحظه مفيش دواء حاسم نقدر نقول انه بيتخلص من كورونا. يعني نتائج هذا الدواء مش حاسمه ولكن بتقلل لحالات معينه، لحالات معينه، لحالات معينه موجوده في العنايات المركزه محطوطه على جهاز التنفس في مرحله معينه يتم استخدامها تجيب نتائج كويسه قوي. زي ما اتحكى هو قلل الحالات ديت من 15 يوم تحت جهاز التنفس ل 11 يوم تقريبا. طب يا دكتور احنا عارفين ان حالات كورونا بتكون يعني متعدده، ممكن حد يجيله في الرئه، ممكن حد يجيله في المعده، فهل هذا الدواء مخصص لحاجه معينه؟ لا لا، هو مخصص بس حاجه كده للحالات الصعبه بشكل عام. فكره هو كورونا مشكلته يا فندم حاجه واحده بس، ان الفكره مش انا اتخلص من مرض كورونا لما اصاب بيه، لا، الفكره ان انا اكتشف امتى ان انا اصبت بكورونا، ده مهم جدا. واخد العلاج وابدا فيه امتى. لكن الاثار الجانبيه اللي بيعملها الاصابه بكورونا زي مثلا الجلطات، زي مثلا التهاب الرئوي، ما انا ساعتها ببقى عندي كذا مشكله. رقم واحد انا بعالج كورونا، بعالج الاصابه بكورونا. رقم اثنين بعالج نتائج الاصابه بكورونا، ومش حاجه واحده، ده ممكن تبقى كذا حاجه في جسمك. حضرتك ممكن القلب، ممكن الرئه، ممكن الكلى، ممكن الجهاز الهضمي، ففي كذا حاجه ليها، لازم اتعامل مع الموضوع بحرص. رقم ثلاثه حاله المريض الصحيه اللي اصيب كان ايه؟ دي مهمه جدا جدا. على فكره في حاجه اسمها ابابي برافير اللي هو الدواء الياباني. هو الريمدستير برضه والبابي برافير كلهم بيشتغلوا على الار ان اي، الار ان اي فيروس، الحاجات اللي بتبقى ايه؟ الفيروسات، مجموعه معينه من الفيروسات. فده محتاج التعامل معاه بحرص. انا مش عايز يعني اكون ببني قصور في السحاب بشكل عام، وفي الاخر اذا حد مش عارفه كورونا ادويه كتير استخدمت وكان في نتائج هائله جدا في بعض الحاجات، وبعدين نطلع نقول لا ده الكلام ده كله مش مظبوط. صحيح. او النتائج مش بالصوره المتوقعه، لكن هو بيجيب نتيجه في بعض الحالات. التحيه بقى لمين هنا بقى؟ للشركه المصريه اللي قامت بالموضوع ده، والوزاره الصحه المصريه والجهات المعنيه، هيئه الدواء المصريه وهيئه الشراء الموحد، اللي وفرت كل الامكانيات لتسجيل الدواء بسرعه في مصر. تمام. وده ياخدنا يا فندم لحاجه مهمه جدا جدا محدش واخد باله منها نهائي، ان احنا سجلنا كميه ادويه خاصه بكورونا في اخر 3 شهور غير طبيعيه. لان الدوله لازم تسجل الدواء، فبالتالي عشان يجاز استخدامه في مصر لازم تسجله. فبالتالي انا عندي حاجه بتقول ان انا كدوله وكجهاز قادر ان انا اسجل ادويه في فتره معينه لما يكون عندي وباء، عندي ازمه. ليه هذا الكلام لا ينسحب على مستحضرات ثانيه كتير وامراض ثانيه كتير محتاج نجيب لها ادويه من بره، زي ادويه السرطانات وادويه الامراض الدم وادويه كتيره جدا. ليه ما احاولش احكي حاجه اسمها فاست تراك في نظام مركزي للصيدله، ان انا بسجل الدواء تسجيل سريع. حتى الفاست تراك ما بياخدش الفتره دي، احنا بسم الله ما شاء الله في 3-4 شهور بينا بنسجل الدواء وبنديله رخصه. فطبعا ده معناه ان الدوله قادره انها تتعامل مع الازمات بصوره اكثر ايجابيه. طيب اخيرا توقعات حضرتك انه ممكن، يعني توقعات حضرتك المستقبليه، ممكن يكون في عقار نتائجه يعني نسبه 100%؟ بص يا فندم، لا بص يا فندم، انا اللي زي ما قلت لحضرتك كورونا، انا مش بدور على عقار لكورونا. كورونا مهما جبت عقار لكورونا هيقتل الفيروس في 24 ساعه. المشكله مش انك تتخلصي من الفيروس، المشكله انك تتخلصي من الاثار الجانبيه ليه. لذلك الامل الوحيد في التخلص من كورونا هو الفاكسين، هو اللقاح، لان انا ده بديه المريض بحميه ان هو يصاب مني. لكن انا لو انا جبت عقار لكورونا ومريض راح في حته وخالط حاله مصابه واصيب بيه، على بال ما اكتشف ان هو عنده كورونا وان السيمتوم الاعراض اللي عنده كورونا وابدا اتعالج معاه بالدواء المخصص لكورونا، هو عنده شويه مشاكل صحيه حصلت تاني، فابدا اتعامل معاه. فبالتالي الشيء الوحيد اللي احنا عندنا امل كبير فيه ان هو يقدر يقي البشريه من الاثار الناجمه عن هذا الفيروس اللي عندنا، ده لعين ان هو بيشتغل بكذا. صحيح. كذا طريقه، كذا مكان، اللي هو اللقاح، ده الامل الوحيد. طبعا شركات بره شغاله وسباقه، وفي تنافس كبير جدا جدا بين كبرى الشركات، لكن الامل الوحيد لي اللي هو اللقاح. صحيح. ده قولا واحدا، ملوش حل غير اللقاح.
نتمنى سريعا. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك أستاذ دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيدلة القاهرة. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا فقرتنا الإخبارية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية وضيفنا أستاذ عادل السنوري الكاتب الصحفي. خليكم معنا. للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، زي ما قلنا في مقدمة الحلقة النهاردة هنتكلم في فقرتنا عن يعني الطفرة اللي حدثت في الاقتصاد المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، وازاي العالم كله بقى بيشيد بالاقتصاد المصري وبقوته. معنا دكتور سيد قاسم استشاري الصحة المالية والتطوير المؤسسي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا. يعني بدايه على مدار الست سنوات من فتره تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كان عندنا العديد من التحديات طبعا والصعاب، ولكن رحله التطوير والانطلاق في الاتجاه الصحيح تضمنت العديد من التحديات. رؤيه حضرتك لتحديات اللي واجهت الاقتصاد المصري طبعا طوال الست سنوات الماضيه. اسمح لي حضرتك في البداية بعد ما صبحت على كل المشاهدين ان انا اهنيهم بعيد ثورة 33 يونيو. كل سنة وحضرتك طيب. اقول ده كان هو حضرتك طيب يا فندم والشعب المصري بخير، ودي كان تاريخ ميلاد لرحلة تحول هيكلي كبيرة جدا، واسمح لي ان انا بسميها فعلا رحلة التحول الهيكلي واسترداد الهيبة المصرية الاقتصادية. بالنسبة للتحديات والعقبات احنا بنسمع مصطلح كتير، كان برنامج الإصلاح الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي حضرتك مش كان مجرد مصطلح بيطلع، لا ده كان في موضوع كبير قوي. قبل ما نوصل لمرحلة الإصلاح الاقتصادي كان في مرحلة الإصلاح المالي، في مرحلة الإصلاح النقدي والسياسات النقدية تبع البنك المركزي، مرحلة الإصلاح الهيكلي الموجود في مصر. الهيكل الاداري المصري في الفتره ما قبل 30 يونيو ثوره 30 يونيو كان هيكل متراحل. علشان نوصل لبرنامج او مرحله الاصلاح الاقتصادي مرينا عده على عده عقبات وعده تحديات، اللي احنا قلنا عليها اصلاح نقدي، اصلاح سياسات ماليه، اصلاح هيكلي، علشان نبدا نوصل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. تمام. طيب هروح مع حضرتك. اتفضل. اتفضل يا فندم. هروح مع حضرتك في ظل ازمه طبعا كورونا واقتصاديات العالم كله يعني بدات في الانهيار، وطبعا عايزين نسال حضرتك ازاي مصر قدرت تواجه هذه الازمه باصلاح الاقتصاد مع تقليل كمان خسائر فيروس كورونا. من ضمن الاستراتيجيات في الاصلاح مرحله الاصلاح الاقتصادي كان عندنا استراتيجيه اسمها استراتيجيه التحول الرقمي او الحكومه الرقميه والحكومه الذكيه، وده كان من ضمن التحديات اللي احنا قلنا عليها في اصلاح الهيكل المتراهل وتحويل الحكومه العاديه والشغل النمطي العادي الى حكومه رقميه الى ان نصل الى الحكومه الذكيه. وده كان بيدعونا ان احنا نتكلم، ان الناس اتكلمت او سمعت عن مصطلحات الرقمنه والرقمله والتحول الرقمي، وده في فرق بينهم كبير جدا، لان احنا في مصر اتصرفت مليارات علشان نوصل لاستراتيجيه التحول الرقمي دوت. كان فاكرين ان المليارات دي اتصرفت علشان خاطر اني انا احول الورق الورق الى يخش على الكمبيوتر يبقى عندي داتا بيز مش اكتر، لا دي كان اسمها المصطلح ده كان اسمه الرقمنه. اما التحول الرقمي اللي هو بعد دخول الداتا ديت على اجهزه الحاسب بيبدا العمل عليها و
نوصل دي اللي هو من ضمن التحديات اللي احنا وصلنا فيها لمستوى كويس على مستوى العالم اللي هو الاقتصاد الرقمي اللي هو الديجيتال اللي من خلال التحول الرقمي اللي كانت مبادره قام بها البنك المركزي اللي المفروض ان الاستراتيجيه دي كان لسه خطوات عديده علشان نوصل للمستوى اللي احنا فيه دوت. ولكن احد اليات التحدي او والمرور على العقبات والضغط عليها والانقصار عليها كان من اهم الاليات ديت اللي هو البنك المركزي استدعى فورا استراتيجيه التحول الرقمي واستغلها علشان تكون حصن وممر امن لخروج الاقتصاد المصري من ظل ازمه كورونا. على سبيل المثال الميتنج اللي احنا عاملينه او الانترفيو اللي احنا عاملينه دلوقتي دوت احد اليات التحول الرقمي اني انا اقدر اوصل كل المعلومات ديت للمشاهدين المعلومات الاقتصاديه وفي نفس الوقت احافظ على حضرتك واحافظ عليا واحافظ على المشاهدين انها تحول رقمي. اني انا ما قدرتش اقف او اعطل نفسي ان شغلي يقف وانتاج يقف ولازم يحصل عمليه توازن بين الانتاج والحفاظ على العنصر البشري اللي هو كان رقم واحد موجود في مصر على مدار الست سنوات دول اللي فاتوا دول كان الهدف الاساسي الحفاظ على المواطن المصري والعنصر البشري اللي بقى ليه قيمه فعليه بيتم حواليه يتعمل محور يتم حوله عده استراتيجيات لوضعه في المكان المناسب اللي يليق بيه الفتره اللي احنا فيها ديت او الفتره القادمه. فده اللي احنا بنتكلم فيه. طب نقدر نقول يا دكتور ان التحول الرقمي ده يعني من اسباب صمود الاقتصاد المصري امام جائحه كورونا؟ من اسباب صمود هو استراتيجيه فندم تم اتباعها فعلا لعمليه التوازن لوصول التوازن ما بين الانتاج والحفاظ على العنصر البشري. التحول الرقمي والحكومه الرقميه انا اقدر دلوقتي اعمل كل شغلي مع الحكومه الرقميه كل طلباتي المعتاده كمواطن مصري ان انا اروح لاي جهه من خلال التحول الرقمي اقدر اسدد اي فاتوره اي مدفوعات من خلال التحول الرقمي. ده كله بين عن طريق الاستراتيجيه اللي هي استراتيجيه الشمول المالي والبناء عليه حصل عليه تكامل امامي وخلفي واتعمل منصه كبيره للمدفوعات الرقميه لرئاسه السيد الرئيس او اتحط من خلالها استراتيجيات وتربط التحول الرقمي دوت بجميع مشروعات واستراتيجيات الدوله. اتربطت برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، اتربطت برؤية مصر افريقيا 2063، اتربطت بمنظومة الشباب اللي بيراهن عليها دلوقتي القيادة السياسية اللي هم دول هيكونوا ابطال المستقبل، وقطاع ريادة الاعمال اللي بدأ الشغل عليه الكبير في الفترة الحالية ديت. طب دكتور سيد خليني أسأل حضرتك عن صندوق النقد الدولي اللي كان طبعا فيه إشادات دولية من صندوق النقد والبنك الدولي الاقتصادي المصري لأنه كمان بيتصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020. حضرتك شفت إزاي هذه الإشادات والثقة وهذا التقرير من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؟ شهادة الصندوق الدولي ان مصر اصبحت المنصه الاولى العربيه الرسميه للفتره اللي جايه في الاستثمار، المنصه الوحيده الناجحه اللي لم يكن الاولى ولم يكن الوحيده للفتره القادمه، بدليل ان كل المؤشرات الاقتصاديه بتقول ان معظم الدول العربيه الناتج الاقتصادي بتاعها كله بعد المغرب الفتره اللي فاتت الا مصر كان بلس 2 اللي هي الموجب بالايجابيه وليس بالسلبيه. ده كله يرجع حضرتك اهتمام مصر والقياده السياسيه الفتره السابقه بعلاج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو اصبح دلوقتي ارض راسخه واقفين عليها. البنيه التحتيه اللي اهتمينا بيها سواء بنيه تحتيه الكترونيه، بنيه تحتيه علمية، بنية تحتية اقتصادية، كل ده حضرتك كان داعم أساسي في إن احنا نوصل لإشادة المؤسسات الدولية في وتواجدنا من ضمن أفضل 30 دولة، إن احنا دلوقتي 18 دولة كمان لتحسين المستوى الاقتصادي.
وعايز اقول لحضرتك ان الاستراتيجيه المصريه الفتره اللي جايه ان شاء الله 2030 ان شاء الله مصر بتنافس على المستوى السابع اقتصاديا على مستوى العالم. حلو جدا. مش بقى احنا بنتكلم على ال 30 مش بنتكلم على ال 30 او ال 18 لا. مصر قبل 2030 ان شاء الله بتنافس على المستوى السابع اقتصاديا على المستوى العالم، بدليل ان السنه اللي فاتت مصر اتحسن عندها 60 مؤشر تنافسي على مستوى العالم لحسب تقرير التنافسية العالمية 2019 التابع للمنتدى الاقتصاد العلمي. 60 مؤشر من 103 مؤشر، 60 مؤشر نجحنا فيهم واحتلت مصر ساعتها المرتبة 93 عالميا من 141 دولة. طب دكتور سيد، يعني ايه اللي خلى مصر في هذه الظروف دلوقتي ترجع تطلب تاني من صندوق النقد الدولي قرض يعني في ظل أزمة كورونا؟ هقول لحضرتك لان يعني اختلفت الأقوال فيها، ولكن احنا نتكلم اقتصاديا ونتكلم ارقام في الموضوع دوت. طلب القرض التاني، احنا اولا لما خدنا قرضين، قرض اللي هو 2.7 من شهر، وبعد كده خدنا 5.10 لجنيه، القرض بتاعهم 8 مليار دولار. دي فرصه لمصر من ضمن عده دول تقدمت للقرض دوت، في فيهم نجح وفيهم لا، فاحنا من الناس اللي نجحت فيها، وسبب نجاحنا ان احنا ناخد القرض دوت هو ثقه الصندوق النقد الدولي للاستثمار المصري اللي هو في التقدم وفي الاماميه. دي اولا شهاده ثقه ان هو يوافق ان يديني قرض، فشهاده ثقه. طب خدنا ليه، رجعت مصر ليه علشان تاخد القرض دوت؟ اولا القرض دوت مش بالفوائد اللي احنا كنا بناخدها كل قبل كده، فدي كان ميزه ان لازم ناخدها ال 8 مليار، ان انا اغذي السوق بتاعي بالرقم الكبير دوت وبفوائد اقل. فده كان احنا فرصه دي نقتنصها، مش رايحين لها علشان خاطر الاقتصاد في خلل ولا حاجه، لا دي فرصه بنقتنصها ان انا اخد الرقم ده بفوائد قليله دعما للبنيه التحتيه ودعما للخطه الاستراتيجيه. دي رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبه لازمه الكورونا اللي هي اثرت على كل دول العالم وبما فيهم مصر، يعني الاقتصاد عالميا وسلاسل الامداد عالميا تم التأثر السلبي فيها، ولكن احنا في مصر امتازت ان هي حصلت تأثيرين في وقت واحد، تأثير ايجابي وتأثير سلبي. التأثير الايجابي على بعض القطاعات في مصر بالفعل اصبحت لها قيمة سوقية ومالية كبيرة جدا، زي قطاع الأغذية، قطاع الأدوية عندنا، قطاع التكنولوجيا، كل الأسعار دي سعرها ارتفع جدا جدا جدا، وحصل فيها يعني يمكن هي اللي ساندة الفرصة الفترة الأخيرة دي، وعاملة رفع نسبة الجذب عليها اللي هي القطاعات دي والقطاع المصرفي أيضا. 100 مليار جنيه اللي ده مضخهم لمقابلة أزمة كورونا أو جائحة كورونا دي كانت هتأثر على الموازنة المصرية، ولكن علشان الرقم دوت ما يأثرش عليها فكان على نفس المستوى، تم استدعاء أو تم انتهاز واقتناص الفرصة بتاعة 8 مليار دولار، لأن احنا دلوقتي كنا وصلنا لو نفتكر من 6 سنوات كان سعر الدولار وصل ل20 جنيه، ده بالنسبة للسوق السوداء، وده ما كانش السعر العادل لهذه العملة في مصر. ولو احنا اخذنا بالنا من الفتره الاخيره دلوقتي كان وصل لحد 15 جنيه، كان بالضغط عليه استمرار رحله الهبوط بتاعه، الجنيه المصري كان بيضغط عليه عشان يوصل للسعر العادل بتاعه اللي هو ان شاء الله المفروض يعني قبل ما تظهر جائحه كورونا كان متجه ان هو يكسر ال 15 جنيه كمان، ولكن هي جائحه الكورونا والخلل اللي حصل في الازمه العالميه وليس ازمه على مستوى مصر فقط، لا على مستوى العالم كله. العالم كله، فدي اثرت عليها، فكان لازم نحافظ على مستوى الدولار ما يرجعش تاني، فتدخل العمله دي في هذا التوقيت الحرج كان هينقص معانا نسبه النجاح اللي احنا قفزناها في 6 سنوات دول، وثبات سعر الدولار ما يرجعش تاني للسوق السوداء اللي احنا قلنا عليه، السوق الموازي اللي احنا البنك المركزي قضى عليه تماما. فكان لازم القرض ده يجي نستفاد منه كل النقاط الايجابيه اللي احنا اتكلمنا فيها،
بالإضافة إن يبقى عندي استقرار في الفترة اللي جاية إن أنا أبدأ عملية تحجيم لرجوع سعر العملة الأجنبية أو الدولار إلى مكانه اللي هو كان فيه في الأول. تمام. طيب أنا ما زلت يا دكتور مع حضرتك في ظل أزمة كورونا، يعني دلوقتي يا دكتور الدولة قررت خلاص إن إحنا نعمل خطة للتعايش مع الجائحة وكمان عودة الأنشطة الاقتصادية، عايز أسأل رؤية حضرتك لهذا القرار وانعكاسه كمان على الوضع الاقتصادي في مصر ورشدة حضرتك الاقتصادية للتعايش مع جائحة كورونا. كل العلوم في الدنيا وبما فيهم علم الاقتصاد اتعاملوا كلهم عشان خدمة العنصر البشري، وكل العلوم الاقتصادية بتقول لازم يكون يحصل توازن في الانتاج، ولكن حسب ما حصل في الموازنة بتاعتنا وشعار مصر الحياة كريمة للمواطن اللي هي حطت المواطن المصري على قائمة أولوياتها من 6 سنوات، ولكن احنا في الفترة هنا احنا اقتبسنا الفرصة في برنامج الاصلاح الاقتصادي وتوصلنا الى مرحلة منافسة عالميا، زي ما احنا قلنا من ثواني كده ان احنا كلمنا قلنا مصر اكتسبت 60 مؤشر في مؤشرات التنافسيه العالميه، فلازم نحافظ على حاجتين، اولا العنصر البشري اللي هو ده الثروه الفعليه الاولى عندنا في مصر، ثاني حاجه النجاح اللي احنا وصلنا له ما ينفعش يعني نعمل نرجع للخلف ثاني النجاح دوت، وخصوصا ان مصر اصبحت من المنصات الاستثماريه المنافسه والرائده الفتره دي والفتره اللي جايه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في ظل ازمه الكورونا في ظل الازمه العالميه للاقتصاد مصر بتفتتح مشروعات عملاقه تخدم الاجيال الحاليه والقادمه مقارنه لخدمه لخدمه الاستراتيجيه الاولى لخدمه التنميه المستدامه اللي مصر دلوقتي بتتحط على اهم 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030 وستنافس على المستوى السابع اقتصاديا. ده نجاح يحصل في أزمة كورونا، ده يدل فيدل ان احنا بالفعل نجحنا في العلاج وليس المسكنات زي ما كنا متعودين في السنين السابقة، العلاج الفعلي حتى لو كان صعب الفترة اللي فاتت في البنية التحتية، العلاج البلد الدولة عندنا والاقتصاد المصري والقيادة السياسية قامت بقرار العلاج وليس التسكين الآلام زي ما احنا كنا متعودين. تعبنا شوية في الفترة اللي فاتت ولكن العلاج بفضل الله جاب نتيجة ان احنا اتحطينا على خريطة اهم الاقتصاديات في العالم بحلول 2030. مصر اتحطت في مترسم المقاييس او فترة يتم رسم الملامح في الفترة الاقتصادية اللي جاية، مصر دلوقتي اتحطت فيها يا فندم. تمام صحيح. طيب خليني اتكلم مع حضرتك عن اعلان وزاره الماليه عن اكبر موازنه ماليه مرت على مصر واللي بلغت 2.2 تريليون جنيه، عايز اعرف من حضرتك عن اهميه هذه الموازنه وازاي نقدر نستفاد منها في انجاز طبعا العديد من المشروعات. احنا بنسميها موازنه الحرب، 2.2 تريليون دي موازنه حرب يا فندم. صحيح. وانا باكد المصطلح اللي انا قلته ديت، احنا في حرب وفي معركه للمواطن المصري، ودي ما كانتش السنه دي. لا بالعكس، دي بقى لها تقريبا حوالي 6 سنوات. شعار الحرب بتاعتنا وشعار المعركه ديت حياه كريمه لكل مواطن. ان انا اوصل للمستوى المطلوب، ان انا دلوقتي مش عاوز مساواه في الدعم. انا مش عايز ولا عايز لا, لا انا عايز عداله في الدعم. اللي انا دلوقتي التعليم او او او, أو السولار او الصحه، لا احنا دلوقتي وصلنا دلوقتي حضرتك للمساواه، احنا تساوينا ان انا والشريحه الاعلى مني والشريحه الاقل مني كلنا خدنا الدعم، كل واحد حسب الشريحه بتاعته. من نجاحنا الاساسي في البنيه التحتيه وقاعده البيانات الرقميه اللي اتعملت لكل مواطن مصري، كل مواطن دلوقتي اصبح الدوله ده رقم في الديسكريبشن بتاعه والمواصفات بتاعته، هو بيملك ايه، عنده كام ابن، بيشتغل ايه، هو بيشتغل ايه، الدخل بتاعه ايه. القاعده البيانات الضخمه دي بالفعل تم تحليلها كبيج داتا اناليسز الموجوده في مصر، ومن خلالها بيتعامل معاها الموازنه دلوقتي اللي هي 2.2 تريليون، ان الدعم الفعلي راح للمستحقين وارتبطت بالاستراتيجيات الدوليه بتاعتنا او استراتيجيه مصر للتنميه المستدامه، استراتيجيه مصر ل 2063 مصر افريقيا. فكان لازم عمالين نخوض هذه المعركه وهذه الحرب
للوصول لحل الحياة الكريمة للمواطن المصري في الفترة دي كان لازم الأرقام دي فعلا تظهر على الساحة الاقتصادية ونتكلم فيها. المدن العملاقة الاقتصادية اللي احنا شغالين فيها، المشروعات المجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، التعليم الفني للشباب اللي احنا بيتم ضخ مليارات ليه، المشروعات اللي بدأت تتأثر بجائحة الكورونا ودخول البنك المركزي ويعمل قاعدة حربية لحسن الاقتصاد المصري، وان هو كان في معركة قيادية بيحارب على ثلاث محاور: المحور الاقتصادي والمحور الصحي والمحور الاجتماعي. كل ده يا فندم بيصب في الاول وفي الاخر في الموازنة المالية المصرية. صحيح. طيب خليني اروح مع حضرتك دكتور للبورصة واسال حضرتك عن اهم القطاعات الرابحة وكمان الخاسرة من ازمة فيروس كورونا. موضوع البورصة موضوع كبير جدا جدا وهياخد حلقات كتير، ولكن انا هجاوب على سؤال حضرتك. البورصة بقالها فترة كبيرة قوي في المؤشر العكسي بتاعها عمال ينزل، وزارة البورصة المصرية وخروج بعض المستثمرين وبعض الشركات سواء باختيارهم او سواء القيود اللي كانت بتتعامل حواليهم هي بتبقى متسببة في خروجهم بالفعل. ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما كانش فقط على الاستثمار المباشر، لا كان على الاستثمار المباشر والاستثمار الغير مباشر. يعني احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني من الحلقه على الاستثمار المباشر، عن الاقتصاد، عن المصانع، عن المجمعات الصناعيه. الاستثمار الغير مباشر هيكون على البورصه. الدوله بدات تنظر لهذا الامر واعاده هيكله البورصه، بدليل ان بدات تدخل المشروعات القوميه الاقتصاديه الكبيره عندنا زي البنوك دلوقتي الحكوميه هتنزل في البورصه. البنك المركزي ضخ مؤخرا 20 مليار جنيه لانقاذ البورصه واستعاده هيبتها وهيمنتها الاقتصاديه اللي هي كانت عليها بالفعل. وربطا على سؤال حضرتك اهم القطاعات الخاسره واهم القطاعات المربحه، دي برضو احنا نوهنا ليها في اول المحادثه مع حضرتك. اولا القطاع الصحي دلوقتي بقى من القطاعات الرابحه، القطاع المصرفي القطاعات الرابحه، قطاع الاغذيه اصبح دلوقتي قطاع الاغذيه وقطاع المصرفي قاطره النجاح في البورصه. دي بالنسبه للقطاعات. القطاعات الى حد ما اللي بدا يحصل ليها سباب وبدا كمان المؤشر يتجه للاتجاه الاخر، القطاع العقاري بدا برضه يتاثر التاثر السلبي. بعض القطاعات في الصناعات الغير مغذيه للصناعات اللي احنا اتكلمنا عنها دي بدات تتاثر. ولكن تدخل البنك المركزي في جزئين، في تدخل مباشر وغير مباشر لهذه الشركات، دعمهم في رفع كل الديون اللي عليهم. احنا خدنا بالنا في الفتره اللي فاتت البنك المركزي سقط 31 مليار جنيه من على الشركات والمصانع المتعثره، فده في حد ذاته داعم للبورصه ولكن دعم غير مباشر. ورجع 5184 مصنع في مصر كانوا مقفولين بسبب الديون اللي عليهم، 5184 مصنع اتقفلوا في ظل هذه الجائحه علشان خاطر يكملوا المسيره. البنك المركزي اصدر قرار وسقط 31 مليار من على اصل الفوائد بتاعتهم على اساس ان هم يفتحوا تاني ويسددوا ديون. بالعكس ده ممكن كمان يقدم لهم دعم مالي ودعم فني وان هم يرجعوا تاني للاقتصاد المصري. لما يرجعوا تاني للاقتصاد المصري المواطن لما يبقى يحصل معه وفر في الفلوس هيبدا يفكر في ثقافه الاستثمار، يبدا يرجع بيهم يخش بيهم تاني للفرصه كاحد الاختيارات المهمه في استثمار هذه الارقام. كل الاستراتيجيات، كل المنظومات الماليه والنقديه بتصب في نجاح البرنامج الاقتصادي اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. صحيح. طيب يعني كلامنا عن الاقتصاد محتاج حلقات وحلقات، ولكن قبل ما اختم مع حضرتك يعني عايز اعرف توقعات حضرتك لمستقبل الاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه. لو نظرنا دلوقتي على المنصه الاقتصاديه العالميه نلاقي ان جميع المؤسسات الدوليه في تقييم الاقتصاديات الدول
أشادوا باقتصاد مصر إن هو في ثبات لم يكن تقدم. في ظل إن كل معظم دول اقتصادها عمال ينزل وكالة فيتش وكالة ستاندرد قالت مصر ثابتة على المستوى بتاعها لم تنزل إن تكون موجهة للأفضل. البنية التحتية ثابتة لمصر وإن المشروعات القومية في ظل الدول عمال تتأثر بالسلب الاقتصادية وإن مصر في هذه الظروف بتفتح مشروعات عملاقة ده مؤشر قوي جدا جدا ان مصر اصبحت المنصة الاستثمارية العربية والافريقية الاولى في الفترة اللي جاية. المنصة الاستثمارية الجاذبة في الفترة اللي جاية هي المنصة المصرية، وده احنا بنأكده يا فندم ان احنا قبل 2030 مصر هتصبح دولة منافسة على المركز السابع على مستوى العالم اقتصاديا ان شاء الله. يعني نقدر نقول مصر تسير على الاقتصاد الاقتصاد المصري الصحيح، يعني احنا ماشيين على الطريق الصحيح. فعلا احنا ماشيين على الطريق الصحيح يا فندم، ومش احنا اللي بنقول لنفسنا الكلام ده، كل صحيح. المؤسسات الفنيه الماليه صحيح. الاقتصاديه على مستوى العالم هي اللي بتشير، هي اللي بتطلع النتائج والتقارير دي مش احنا. صحيح، احنا بنعمل وبنرى بعيوننا النتائج. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور سيد قاسم أستاذ الصحة المالية والتطوير المؤسسي، بشكرك شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك يا فندم. تحياتنا لحضرتك. تحياتي. مشاهدينا فقرتنا انتهت، بس قبل ما نروح لفاصل خلينا نقرأ مع حضراتكم مقال نيافة الحبر الجليل أنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في جريدة المصري اليوم بالأمس بعنوان تطور لا يهدأ. نص المقال بيقول تحدثنا بالمقالة السابقة عن محاولات الإنسان لاختراع الحاسوب الآلي ورحلة تطوره عبر 5 أجيال، وخلال هذه الرحلة من تطور الحواسيب الآلية ظهرت الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت، وقد بلغ البشر تقنيات عالية في الاتصالات تشهد حاليا بدء جيل 5 اللي هو الجي 5، وقد كان كل هذا التطور التقني وما سيليه هو بهدف رفع كفاءة خدمة الاتصالات. وحسب الهاتف الراديوي جيل ما قبل الجيل الأول المرموز له بالجي 0، وذلك بدءا من عام 1946 ميلاديا، فقدم خدمة الهاتف الجوال MTS وهاتف السيارة ARP وغيرهما. ثم جاء الجيل الأول الجي 1 فقدم للبشرية الهاتف المحمول الذي به يمكن إجراء اتصال فقط، فكانت الانطلاقة عام 1979 ميلاديا في الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدم ذلك الجيل موجة مقدارها 824 ل 894 ميجا هرتز بسرعة نقل بيانات تصل ل 144 كيلو بايت في الثانية. وعام 1990 ميلاديا قدمت فنلندا الجيل الثاني اللي هو الجي 2، فزود الهاتف الخلوي بإمكانية بث رسائل نصية اللي هي الاس ام اس ورسائل مصورة اللي هي الام ام اس، وأصبحت الموجات المستخدمة 380 ل 1800 ميجا هرتز. وإن ظلت سرعة نقل البيانات من 144 كيلو بايت في الثانية، والفارق الأساسي بين الجيلين إن الإشارات المستخدمة في الجيل الأول تناظرية ثم تحولت إلى رقمية بالجيل الثالث. أما الجيل الثالث اللي هو الجي 3 فجاءت انطلاقته من اليابان عام 2001 وإلى دول أوروبا عام 2003 ميلاديا، مستخدما طيف موجات 900 ل 1800 ميجا هرتز لترتفع سرعة نقل البيانات إلى 14 ميجا بايت في الثانية، مقدمة إمكانية تصفح شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والمحادثات المرئية وتنزيل الملفات الموسيقية التي اشتهر بها ذلك الجيل، إلى جانب الاتصالات الصوتية والرسائل النصية والرسائل المتعددة الوسائط وإرسال الصور والبيانات واستخدام تطبيقات المحادثة. ثم كانت انطلاقة الجيل الرابع اللي هي الجي 4 عام 2009 ميلاديا من كوريا الجنوبية ليقدم تقنيات أعلى في المحادثات الصوتية، وسرعة إرسال بيانات وصلت إلى 100 ميجا بايت في الثانية بين أي نقطتين في العالم بطيف موجات 800 ل 2000 ميجا هرتز، ولتشهد الإنترنت زيادة هائلة في السرعة مع جودة عالية. ويدعم هذا الجيل آلية IPv6 السامحة باستخدام عددا كبيرا جدا من الأجهزة. ومع حلول عام 2020 ميلاديا بدأت بعض دول العالم في إجراء تجارب على تقنيات الجيل الخامس اللي هو الجي 5 الذي يعد أسرع من الجيل الرابع الجي 4 كثيرا، حيث تصل سرعة نقل البيانات إلى جيجا بايت واحدة في الثانية،
مستخدما طيف موجات 100 ل 300 جيجا هرتز، اي انها اسرع من الجي 4 ب 100 مره على الاقل. ويذكر التقنيون ان سرعتها ربما تصل الى 1000 مره، حيث انها قادره على تنفيذ 100 مليار عمليه في الثانيه. ومع بدء ظهور جيل الجي 5 بدات الابحاث في دراسه تاثير لتردد موجات وهي مليمترية، تعادل ترددات المايكروويف في صحة البشر وحياتهم. إلى أن سعى الإنسان نحو التطور لا يهدأ ولا يكل، فقد أعلنت الشركة اليابانية NTT بيانا صحفيا تروج فيه لنظام اتصالات لجيل سادس الجي 6 بدأت تبشيراته بأبحاث منذ عام 2018 ميلاديا، هادفة إلى إطلاق شبكاته بحلول عام 2030. جدير بالذكر أن هذه الشركة اليابانية التي أنشئت عام 1991 ميلاديا كانت قد كونت شبكات تجريبية للجيل الخامس عام 2017 ميلاديا، تؤسس في شركة في مارس من العام الحالي شبكتها الخاصة، واضعة اليابان في مصاف الدول الأولى التي أطلقت شبكة الجي 5. وقد أطلقت الشركة خدمة نظام التحذير من الزلازل المبكر وغيرها من الخدمات التي تنذر على نحو مبكرا من وقوع كوارث طبيعية بالمنشآت وتنظم إخلاءها. وذكرت الشركة في إعلانها أنها سوف تستمر في تعزيز إمكانيات الاتصال الفائقة السرعة ذات القدرة الكبيرة وعدد هائل من أجهزة الاتصال بتقنية الجي 5، مواصلة بحوثها وتطويرها للجي 5 وتقنيات الجي 6. ودي كانت المقالة في مصر الحلوة وجريدة المصري اليوم، وتحت توقيع نيافة الحبر الجليلي أنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكس. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية، وضيفنا أستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي، خليكم معي. مرحبا بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معدنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، فقرتنا الصحفية اللي هنحل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا أستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي. صباح الخير يا أستاذ عادل. صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة منشطات الجميلة والعزيز علي. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة ومصر كلها طيبة بمناسبة أعياد ثورة 30 يونيو، وكل الشعب المصري بخير يا رب وفي سلام وأمان يا رب. خليني أبدأ مع حضرتك على طول ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد بالقاهرة. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس بقصر الاتحادية أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لكل من مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وتنزانيا والسنغال ولاتفيا وغينيا الاستوائية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. رؤية حضرتك لهذا الخبر؟ يعني طبعا النشاط الرئيس بالأمس لم يتوقف فقط على النشاط البروتوكولي في استقبال السفراء الجدد. مصر يعني لدينا عدد من السفارات، اعتقد تعتبر من اكبر الدول العالم التي تستقبل سفاراتها ولديها سفارات كثيرة، وهذا دليل طبعا على قوة العلاقة بين مصر والعالم الخارجي، سواء في محيطها الإقليمي في أفريقيا، في الدول العربية، في أوروبا، في آسيا، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. يعني أعتقد دليل على أنه مصر لديها تملك علاقات قوية جدا مع العالم الخارجي. الجانب النشاط الرئاسي امبارح، الرئيس لا يتوقف رغم كل الظروف التي تحيط، لا يتوقف على النشاط ومتابعة كل الأنشطة والمشروعات التي تدور على أرض مصر. بالأمس كالعادة فاجأ العديد من الشركات التي تعمل في محاور الطرق والجسور سواء في مصر الجديدة أو في مدينة نصر بالأمس، وده كان بيدي رسالة أنه عجلة الإنتاج وعجلة العمل لن تتوقف رغم كل الظروف، بل كان حريصا على أن يوجه إلى سلامة العمال وارتدائهم واتباعهم الإجراءات الاحترازية اللازمة في مثل هذه الظروف مع فيروس كورونا. أعتقد كانت رسالة واضحة لأنه ليست هذه هي الزيارة الأولى من خلال سيارته الخاصة على المشاريع، إنما ربما تكون يعني الزيارة الرابعة أو الخامسة وقصت للمشاريع التي تتم
في مصر الجديدة ومدينة نصر، وقد رأينا الافتتاحات التي قام بها الرئيس بالفعل اللي غيرت يعني وجه المنطقة. يعني ده كان رد على كل من قال انه سوف يتم الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتهمل القاهرة. بالعكس، القاهرة تشهد ميلاد جديد، القاهرة وهي مدينة كبيرة جدا من أكبر مدن على مستوى العالم بتشهد ميلاد جديد وتشهد حركة وحياة عمل جديدة. نتمنى إن شاء الله أن تعود إلى سابق عادها إن شاء الله. طيب خليني أروح مع حضرتك لاجتماع الحكومة بالأمس. رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة بيقول حملة لتطوير الميادين الكبرى والشهيرة على غرار ميدان التحرير، وكان في تصريح لوزير الخارجية بيقول مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول سد النهضة، وأيضا تصريح لوزير التعليم العالي بيقول تشكيل لجان خاصة للأمراض المزمنة. خلينا نقسم هذا المنشط مع حضرتك ونمسك كده يعني تصريح تصريح، يعني بداية من ترأس الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء امبارح عبر تقنيه الفيديو الكونفرنس، وخلال الاجتماع نوه الدكتور الى الزيارة التي قام بها مؤخرا للمستشفى الميداني المتميز الذي أنشأته القوات المسلحة متوجها بشكر للقوات المسلحة، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم البدء في تنفيذ حملة تطوير لمختلف الميادين الكبرى والشهيرة، وذلك على غرار ما شهده ميدان التحرير من أعمال تطوير، وذلك في إطار تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر وإعادة الوجه الحضاري لتلك الميادين. طيب خلينا ناخد الخبر ده، الخبر مبهج للامانه يعني وخبر مفرح، يعني انت لما بتلاقي خبر اذا ده بتفرحي بالفعل. يعني الحياه بترجع وبالعكس بترجع بجوده اعلى كمان. يعني احنا طالبنا قبل كده كتير جدا انه ميادين القاهره بالفعل يجب ان تعود الى سابق عهدها. احنا شفنا ميدان التحرير، اعتقد انه يعني ميدان يعني تحفه فنيه حقيقيه، اعتقد انها غير موجوده. كلنا زرنا دول اوروبيه كثيره، ميدان التحرير بشكله الحالي بعد تطويره انه يعني غير موجود حتى في اجمل الدول الاوروبيه، تحول الى تحفه معماريه وفنيه واصبح متنفس سياحي رائع جدا وواجهه مشرفه بالفعل للسياحه في مصر. يجب ان احنا عندما نقوم بمثل هذه الاعمال ان احنا نعمل على تسويق بشكل جيد مثلما تقوم الدول الاخرى. فبالتالي عندما يعني هذا التصريح من رئيس الوزراء، احنا كنا طالبنا قبل كده بالفعل ان تعود الميادين التاريخيه والشهيره في القاهره بالفعل الى بهائها وجمالها ورونقها واشراقها السابق، وتحديدا هناك بعض الميادين يعني ارتبطت القاهرة القدوية مثل ميدان العتب على سبيل المثال. انه هذا الميدان بالفعل يجب البحث فيه عن بدائل للباعة الجايلين والباعة السريحة، ثم بعد ذلك تحويله الى ما كان عليه من قبل العتبة الخضراء، كانوا يسموه حتى العتبة الخضراء للمساحة الخضراء الكبيرة التي كانت تحتل الميدان او تميز الميدان، خاصة أن هذا الميدان بالفعل يعني به العديد من المعالم التاريخية القاهرة الخدوية مثل المسرح القومي، متحف مبنى البريد، معالم كثيرة جدا، وبه أقدم مركز تسوق في العالم اللي هو ريدك في سنة 1905. يعني تخيل، أنا بس بعدل لك حاجات بسيطة، إنما أنت لو تاريخيا في هذا الميدان، ميدان بالفعل لو تم تطويره اعتقد ستتحول لاهم ميادين العالم على الاطلاق بما فيه من اثار. فبالتالي اعتقد عاده القاهره، واحنا بس شايفين كمان غير الميادين ان شاء الله تتم، احنا شايفين كمان مشاريع اخرى. يعني انت بتكلمي على مشروع مجرى العيون اللي بيتم فيه بحيره عين السيره، وده شيء مهم جدا. بتتكلمي على كورنيش القاهره، بتتكلمي على مازبيرو، وان شاء الله نتمنى ما بعد مزبيره ايضا على كورنيش النيل. فبالتالي انا اعتقد ان مدينه القاهره العاصمه، اعتقد الام والعاصمه التاريخيه للعرب كلهم والعالم اللي بيحب دايما يجي يزور مصر، انها بالفعل تستعيد رونقها مره اخرى، لان هذه المدينه فازت
بمسابقة أجمل مدينة في العالم عام 1926. فنتمنى بالفعل ان احنا نتشبه بالمدينه التي فازت عام 1926 وتعود للقاهره جمالها مره اخرى. ده بالنسبه للتطوير. طيب خلينا نروح مع حضرتك لتصريح وزير الخارجية سامح شكري. مصر بيقول مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول سد النهضة، ورؤية حضرتك في أزمة سد النهضة. يعني أنا أعتقد الجلسة الحاسمة والجلسة الشهيرة التي حدثت يوم الاثنين الماضي كانت وضع نقاط على الحروف. يعني أنا أعتقد أن مصر بالفعل في هذه الجلسة نجحت إلى حد كبير، وما زال هناك يعني خطوات أخرى، نجحت إلى حد كبير أن تكشف حقائق كثيرة جدا ربما قد يجهلها البعض عن الحقوق التاريخية في النار، عن الثوابت، عن إرادة الحياة، إرادة الوجود. كانت كلمة واضحة وقوية للغاية وتعبر بالفعل عن موقف مصر الذي يدعو دائما إلى الحوار والمفاوضات، ولكن هذا لا يعني أنه موقف ضعيف، بل موقف يستند على ركائز قوة وعلى يعني مواقف شرعية وحقائق جغرافية وتاريخية أيضا في حقه في المياه، لأن المياه نهر النيل بالنسبة للشعب المصري هي مسألة حياة أو موت، مسألة وجود كما قال وزير الخارجية. وهذه الجملة أعتقد ركزت عليها كل وكالات الأنباء يوم الاثنين. إذا كنا نمد أيدينا بغسل الزيتون فهذا لا يعني أن اليد الأخرى مرتعشة وضعيفة، ولكنها قوية. فأنا أعتقد أنه العالم الآن، وأعتقد أنه إصرار مصر أيضا على أنه الملف يكون في مجلس الأمن كانت خطوة في منتهى الذكاء وخطرة دبلوماسية يعني قوية جدا، لأن يعني من يشهد العالم على ملف مهم جدا يهم العالم كله، وليس يهم فقط منطقة حوض النيل، لأنه يعني يتعلق بعملية الاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط ككل. تكلم على دولة كبرى، دولة إقليمية عظمى في المنطقة وهي مصر، على دولة عربية أخرى زي السودان. فبالتالي أن الأمر يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، في الشرق الأوسط، في الشمال وشرق أفريقيا. فبالتالي أعتقد لابد أن يكون هناك المجلس الدولي المسؤول عن حل المنازعات. احنا طبعا نقدر الدور الذي يقوم به الاتحاد الافريقي برئاسة جنوب افريقيا، لكن اعتقد انه ليس هناك تعارض بين عمل المنظمة الدولية والمنظمة الاقليمية. المنظمتان تعملتان على حفظ الاستقرار والسلام وحل المنازعات بالحوار وبالسلام. أعتقد أن الدول الآن أصبح لديها فكرة واضحة تماماً أنه أي إجراءات أحادية سوف تقابل بعقوبات. وأظن أن احنا شفنا الكلمة المقابلة للأسف، التي كنا نتمنى أن تكون كلمة أكثر تعقلاً، تعتمد على حقائق، تعتمد على معلومات، ولكنها للأسف جاءت كلمة مرتبكة للغاية، تعتمد على يعني حقائق غير حقيقية، يعني غير ليس له وجود على الارض. فبالتالي اعتقد شفنا عشان كده كان هناك تأييد بالنسبه كبيره في جلسه مجلس الامن للموقف المصري والموقف السوداني. انا اظن انه اثيوبيا الان عليها ان تبحث عن حلول بنيه واضحه وبإرادة سياسيه، لانه النهر للجميع والمياه لتنمية دول الحوض، وليست ملكة لدولة واحدة ومن وراء. مصر تدرك تماما أن المسألة ليست فادية أثيوبيا وحدها، هناك من يحاول يعني استقواء أثيوبيا في هذا الموقف. هناك دول لا تريد الخير لمصر، لأن نريد نحددها بالاسم مثل تركيا وقطر وآخرين. فبالتالي أنا أعتقد أنه المسألة مفهومة، ومصر بدبلوماسياتها العريقة التي تمتد لعشرات السنوات استطاعت بالفعل ان يعني تقوم بدور مهم للغايه في هذا الملف دون ضغين ودون شحن ودون تصريحات معاديه كما ارادت اثيوبيا ان تجر مصر الى هذه المنطقه. فانا اظن
مسألة بيد قيادة قيادة حكيمة تستطيع تدير الأمور بحكمة وحكمة كبيرة جدا. طيب المانشيت أيضا بيحتوي على تصريح لوزير التعليم العالي بيقول في تشكيل لجان خاصة للأمراض المزمنة، يعني طبعا ده تزامنا مع بدء امتحانات يعني نهاية الامتحانات للسنين الأخيرة والسنوات الأخيرة. يعني رؤية حضرتك للتعامل في المنظومة التعليمية بشكل عام سواء في الثانوية العامة والسنوات الأخيرة من البكالوريوس أو الليسانس؟ أشكرك رينيه على السؤال لأنه مهم جدا. يعني الحمد لله احنا أصبحنا لدينا دورة قوية، دورة واثقة إمكانياتها، مرينا بظروف صعبة كتيرة جدا زي ما شفنا خلال السنة دي تحديدا يعني، ورغم ذلك الدولة أثبتت أنه اقتصادها قوي تستطيع أن تقيم يعني الفعاليات المختلفة. وبالتالي يعني احنا شفنا قبل امتحانات الثانوية العامة قد ايه يعني الحملات المضاده ضد تنظيم الامتحانات او اجراء الامتحانات، ولكن الحكومه كانت واثقه من اجراء الامتحانات، كانت لديها اراده قويه انه الحياه يجب ان تستمر، انه لا خوف على حياه اولادنا في الثانويه العامه. وبالفعل لدينا شفنا دلوقتي مضى نص تقريبا نص او اكثر نصف الامتحانات، ولم يحدث الشيء الكبير الذي يجعل الأهالي قلقين، إنما حاولت للأسف بعض الجهات الإعلامية المعادية لمصر أن تبث روح الخوف من خلال الحملات الإلكترونية. يعني الواحد كان بيتابع بالفعل بعض البيانات اللي بتطلع، وكان يعني بيانات منضبطة وموحدة وتنشر في توقيت واحد وبكلمات محددة وأول آخر، ولكن أعتقد أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح. احنا شايفين بالفعل يعني في تكليف المنظومة التعليمية، ولكن علينا الصبر لأنه بالفعل يعني نطال المنظومة التعليمية يعني من تخريب خلال 40 عام ماضية، أعتقد أنها بتستحق أنها يعني نمد لها بعض الوقت، وشايفين سواء في التعليم العالي أو في التعليم الأساسي أنه هناك فعل تطوير كبير جدا. يعني مسألة الاهتمام كمان بإجراء الامتحانات في أجواء صحية، في أجواء لائقة، مثل قرار وزير التعليم العالي بأنه تحديد لجان خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. احنا كناش بنشوف الكلام ده، احنا من جيل شفنا امتحانات الخيم يعني في عز الحر، يعني حتى في ظروف ما كانتش ده طريق بأي شيء. فبالتالي احنا شايفين دلوقتي في تطوير، في اهتمام بالطلبة، ان شاء الله نهز الملف وملف التعليم الى جانب ملف الصحه، انه بشر اهتمام كبير جدا وبشر ميزانيات ومخصصات ماليه كبيره جدا لتطويره، لانه اعتقد انه اهم الملفين في مصر خلال السنوات القادمه باذن الله ان شاء الله. طيب اخيرا يا استاذ عادل، يعني معانا منشط بيقول الحكومه تناقش الضوابط الخاصه بشأن ترشيد الإنفاق العام، وده كان خلال اجتماع الحكومة مبارح، وكان استعراض من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية أو الدخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذلك الأيئات العامة للاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد. رؤية حضرتك لهذا الخبر؟ بصي يعني أنا أعتقد يعني ترشيد الإنفاق العام ده مطلب يعني قديم، يعني مش مطلوب حتى في الظروف العاديه، لانه بالفعل يعني انت بتعملي برنامج اصلاح اقتصادي تطلبي الناس بانها تتحمل تداعيات هذا البرنامج، فبالتالي اعتقد على الجانب الاخر الطبيعي والمنطقي والبديل ايضا انه يكون هناك الجانب المسؤول عن تنفيذ القرارات الاقتصاديه يكون ايضا جانب يهمه أن يكون هناك ترشيد للإنفاق، وخاصة الإنفاق الحكومي بصراحة. خلينا صراحة، وأعتقد أنه الحكومة كلام ده كويس جدا وكل الوزراء، أنه بالفعل أنت بتلاحظي بعض مظاهر يعني مش عايز أوصفها، أنه في مظاهر من الإنفاق المبالغ فيه في بعض بعض الحكومات. صحيح. نحن في قلنا قبل كده ربما نكون يا جماعة احنا في مرحلة حرب اقتصادية حقيقية، فبالتالي لا صوت يعني فوق صوت الحرب الاقتصادية التي تواجهها مصر، وبالتالي ان كل يجب ان يشارك الحكومة والشعب. فانا اعتقد انه احنا شفنا خلال
يعني اعتقد القرار ده كان من اول جائحة كورونا، انه بالفعل دعوة الى ترشيد الانفاق العام. واظن بالفعل انه خلال الشهور الماضية الحكومة نجحت في تقليل هذا الانفاق بشكل كبير، واعتقد ان ده محتاج بالفعل مراجعة كل شوية على مظاهر الانفاق الحكومي سواء في الداخل او الاستيراد من الخارج لبعض الهيئات. يعني احنا اذا عملنا ده فاظن ان احنا هنصل الى شيء جيد جدا هيساهم ايضا في مساله العجز في الموازنه العامه، لان هي العامه يعني عباره عن مصروف يعني مصروفات ودخل يعني. فبالتالي يعني استكمالا لكلام حضرتك معانا منشط اخر واخير، وزيره التخطيط بتتراس الاجتماع الاول لمجموعه استراتيجيه التعامل مع العماله غير المنتظمه. هلا السعيد بتقول الأزمة الحالية غيرت الحالة العملية لنحو 69.6% من المواطنين، وصرف منحة ال 500 جنيه ل 1.6 مليون عامل. يعني ده استكمال لكلام حضرتك. ربما ضرر نافع يعني بصراحة. يعني أنت في الأزمات بتظهر لك مشاكل كده بتقول لا أنا بنحلها، ثم بعد ذلك عندما تستقر الأمور لازم يكون هناك حل جذري لها. أنت بالفعل في جائحة كورونا طبعا عندك هناك بعض المشاكل زي مشاكل العمالة المصرية اللي هي غير موثقة. يعني انت لازم يكون عندك بصراحة شديدة جدا يكون عندك زي ما يسموها الداتا بيز، قاعدة بيانات وقاعدة معلومات لكل فرد في قوة العمل. يعني قوة العمل المصرية اللي هي تقريبا بتشكل اكثر من 39 مليون او 35 مليون ناس ما يد عامله. بالتالي لازم يكون هناك قاعده بيانات. ما نقولش ان احنا في المطلق ان احنا عندنا 35 مليون قادرين على العمل في سوق العمل المصري، لا صحيح. لازم يكون قاعده بيانات لكل هذه العماله وتصنيفها وتعليمها. فبالتالي اعتقد انه كلام مهم جدا اللي قالته الدكتوره هاله سعيد في مساله تنظيم العماله الموسمية، اللي بالفعل زي ما قالت انه دي عمالة متغيرة، يعني ممكن صحيح. تشتغل النهاردة حاجة بكرة حاجة تانية. فاعتقد الشيء مهم جدا انه هذا الملف لانه عددها كبير جدا، يعني بتتكلم على 12 مليون نسمة، فده عدد كبير جدا لقوة العمل في العمل المصري. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي، بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الأكثر من رائع. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت وكمان حلقتنا انتهت. نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقات جديدة من برنامجكم صباح مين.